أحوال الطقس من نشرة التاسعة، نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. لك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا أميرة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 14، اسكندرية 19 15، مطروح 18 15، بورسعيد 21 15، اسماعيلية 21 13 وجوها معتدل. أما بالنسبة للسويس 24 14، العريش 22 14، طابة 19 16، شرم الشيخ 25 17، الغردقة 26 17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 25 13، أسوان 26 15، الوادي الجديد 25 10، شلاتين 27 20، حلايب 23 19 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.